السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي وأهلا بكل اللي بيتابعوني. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البطاطس الكريسبي، طريقة سهلة جدا وبسيطة. أنا جايبه لكم الطريقة دي من محل أو مطعم من المطاعم بيعملها بنفس الطريقة، جنان جنان وسهلة جدا، مش هتاخد مننا تلت ساعة أو نص ساعة، لأن طبعا بتاخد وقت شوية في القلي. يلا بينا بقى نشوف المقادير والطريقة. هنبدأ نشوف كده المقادير. المقادير انا معايا هنا نص كوبايه من الدقيق، معايا معلقه كده من النشا، معايا بيكربونات الصوديوم، لو ما فيش بيكربونات الصوديوم ممكن تحطي بيكنج باودر. معايا طبعا البهارات بتاعتنا، البهار بتاعنا في فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، 7 بهارات، باودر توم باودر، بصل باودر. البهارات ممكن تقللي فيها وتكتري فيها، بيكون على حسب الرغبه. ان شاء الله هكتب لكم المقادير البهارات في صندوق الوصف. معايا هنا بطاطس انا مقطعاها كده زي ما انتم شايفين، مش كبيره مش تخينه قوي ولا سميكه قوي، معقوله كده. البطاطس دي ممكن تاخديها كده على النار وتحمريها نص تحميره كده، لكن انا بصراحه بفضل انك تسلقيها نص سليق يعني او ربع سليق، تحس ان هي مسلوقه بس متماسكه معاكي. اول حاجه هنجيب الخليط ده ونبدا اننا نخلط المكونات دي كده مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نحط بقى الايه الميه بالتدريج، عليها ميه كده بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. قوام الخليط ما يكونش سميك قوي ولا سايل قوي، تخليه متوسط. طبعا يا جماعة ريحة البهارات بتطلع قبل ما الحاجة تستوي، يعني دي تعرفي من هنا ان ان شاء الله النتيجة معاكي هتبقى كويسة. بعد كده نبدأ بقى لما القوام بقى كويس زي ما انتوا شايفين كده، نبدأ بقى ايه نحط البطاطس فيها. البطاطس لما بتكون مسلوقه احسن ما بتكون مقليه، لان في حد يعني في وصفات يعني معينه بتيجي على البطاطس وتقوم راح ايه قلياها كده نص قليه، فدي بتبقى ايه اولا صحيه والنتيجه واحده ان شاء الله. جبت كده نص كوبايه من الدقيق برضو الابيض او دقيق ذره او دقيق قمح، اي دقيق متوفر عندك، مع ذره من الملح وذره من الفلفل الاسود، ونقلب الخليط ده كده مع بعض. وهنبدا بقى ننزل فيه البطاطس كده. بسم الله، وبعد كده هنبدا نحط البطاطس دي في الزيت، تتقلي في الزيت. نقلي البطاطس، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بصوا حبايبي مش لازم اننا نحط البطاطس واحده واحده، تبداي بقى تحركي كده في طاسه حاجه بسيطه كده، ولو انت عندك شبكه قليه ممكن تقليها في الشبكه وتحطي الشبكه عشان تقدري تطلعي البطاطس وتقلبيها زي ما انت عايزه. هنقلبها كده بالراحه والنار بتكون نار متوسطه. هنيجي نشوف كده، بصوا حبايبي شوفوا البطاطس تحفه تحفه، بطاطس جنان وناشفه وهي في ومقرمشه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عاوزين تطلعوها اللون اللي انتوا بتحبوه، طلعوها اللون ده اوكي، عاوزين تغيبوها شويه اهو، بصوا جنان وناشفه جدا.
في النهاية حبايبي زي ما انتم شايفين كده ادى الطبق انا عملته. هي طبعا ممكن لو انت عايزاها حمرة عن كده كمان ممكن تخليها تتقلي كمان شوية. بالنسبة للبهارات يا حبايبي كل مطعم من المطاعم بيكون ليه مجموعة من البهارات، يعني مش نفس الوصفات كلها زي بعض، هي نفس الطريقة، يعني طريقة البطاطس الكريسبي في كل وصفة هي نفس الطريقة، لكن بتختلف بس في مجموعة البهارات اللي بنحطها جوه البطاطس جوه الخلطة نفسها. مقرمشة وجميلة. يا رب في النهاية تكون الوصفة حلوة وعجبتكم، وانتظروني في وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.